السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد شيتو ودي الكبسولة رقم 23 من سلسلة كبسولة سنة أولى. معايا النهاردة برنامج جميل جدا اسمه تون آب. البرنامج ده يا جماعة كل وظيفته ببساطة إن هو بيحول الصورة بتاعتك لصورة كرتونية 100%. تمام، طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نخش موضوع الحلقه، ما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك واول مره تشوفني، وتفعل زر الجرس وتعمل لي لايك حلو كده قبل ما تشوف الفيديو. كده اتعودوا يا جماعه، كده قبل ما تشوف الفيديو بتاعي على طول اللايك طبعا، لان انا فيديوهاتي كلها جامده طبعا. تمام، طبعا اكيد بهزر يعني. يعني بنخش على طول في موضوع الحلقه. البرنامج اول ما نفتحه دي هتبقى الواجهه بتاعته. تمام، هيطلب طبعا هنا مني الصلاحيات ان نوصل للجاليري وكده. تمام، هنا هيبدا يحمل معايا كل الصور الموجوده عندي في الجاليري. فهنحاول هنا مثلا نشوف ايه اي صورة، وليكن مثلا الصورة دي يا جماعة. تمام، هو بيبدأ هنا يعمل انالايز للصورة او يعني بيعمل لها تحليل. تمام، هنا ممكن نختار الجزء بالظبط اللي احنا عايزين نحوله لشكل كرتوني مثلا. تمام كده، وهنقول له هنا ايه اوكي. هو هنا هيبدأ يرسم الصورة من صفر يا جماعة المية في المية. تمام، لو ناخد بالنا الصورة اتحولت تماما لشكل كرتوني. طبعا هنا في اشكال كتير جدا، وخلفيات من ورا ممكن تتغير. يعني هو بيقول لك هنا ده الشكل الاصلي، وده الشكل هنا اللي هو بعد ما بقى كرتون. تمام، لو ناخد بنا تاني باكد يا جماعه الصوره ما تحسش ان هي اتحولت ببرنامج، لا تحس ان فعلا في حد رسم لك الصوره. تمام، هنا شكل تاني. طبعا بقى ممكن تغير الباك جراوند طبعا بتاعتك، في اشكال كتير. في هنا ممكن تعمل كده، يعني ممكن تبقى الصوره اصلا كده. تمام، تعمل الصوره كده، تعمل الصوره كده، خليها مثلا ايه الشكل الاولاني خالص اللي هو ده مثلا. ممكن مثلا لو احنا شايفين هنا كده يقعد هنا اهو، يعني يعمل لي ده افكت عمله مثلا. طبعا سواء بقى مناسب او مش مناسب انا بوريكم بس الافكتات اللي موجوده في البرنامج عامه. يعني هنا مثلا ده حاجه تانية اهيت، ماشي. ده شكل تاني، شكل تاني. كل دي اشكال انت ممكن تستخدمها. تمام، الشكل ده مثلا جميل جدا، يعني هنا كده ممكن تحرك ده كده، الشكل ده حلو قوي. طبعا بقى كل حاجه بترجع لذوقك انت يعني. فالبرنامج بس هو ميزته ان هو سريع، وميزته فعلا ان انا بحس ان الصوره مرسومه فعلا، مش مجرد برنامج وعامل بس، وبسيط وسهل يعني. عامه انا هسيب لكم لينك تحميله في صندوق الوصف برضك. وكالعاده لو عجبك الفيديو ما يا ريت يا جماعه ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه. اتاكد انك مشترك في القناه عشان يجي لك كل جديد. انا ان شاء الله كل يوم بنزل فيديوهات. اتاكد انك مشترك في القناه عشان يجي لك كل جديد. لو الفيديو عجبك شير الفيديو مع اصحابك. اتاكد ان انت مفعل زر الجرس لو انت مش مفعله. اعمل لي لايك حلو كده، كومنت على ذوقك جميل. ولو حد عنده اي مشكله يا جماعه يسيبها لي في الكومنتات وهرد عليكم كلكم ان شاء الله. يلا سلام.